السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الإعلام المصري وين يتكلم على شراسة المنتخب الجزائري بقيادة جماب الماضي وما ينقص المنتخب المغربي. اليوم يتكلم تكلموا على الجزائر المغرب، يعني وين دائما وين الجزائر راهي في فواهة المدفع، حاطين الجزائر في فواهة المدفع. أنا هذا الهضرة تاعهم هما مشكورين، بالك مشكورين، ما نجموش نعلموا بالغيب باللي راهم يشكروا فينا حب ولا يشكروا فينا تحريض ولا يشكروا فينا. أنا نشوفها تحريض. يعني نشوف هذا الإعلام كيفاش راه طايح. لازم تدير نقطة تحبس تقعد تفكر وحدك. أنا ماذا بيا ما نكونش مرشح قاع، أنا واحد من الناس، أنا كمناصر منتخب الوطن الجزائري ما نكونش مرشح قاع، ما يرشحوناش، يخلونا نفوتو الظل تنوصلو. شكون اللي كان مرشح كرواتيا توصل فينال 2018 كوب دي موند؟ شكون كان مرشح؟ كاش كان مرشح؟ الألمان، البرازيل، الأرجنتين، كاش اللي كان مرشح لكرواتيا؟ تصابوا كرواتيا مع فرنسا فينال، شكون كاش اللي كان مرشح؟ على هذيك أنا ما نبغيش الضغوطات، هذو الضغوطات ماشي مليح لنا كاع، هذا الضغط هذا والله ما مليح لنا، ما نبغيش هذا الضغط على اللعابة، نبغي يلعبوا مباراة بمباراة. جي بوتي نلعبولها، نروحو لبوركينا فاسو نلعبولها، جينا النيجر نلعبولها، نعاودو نولو النيجر نلعبولها، يعني نكونو عاقلين، نبداو عاقلين. كيما 2008 مي روحنا كوب دي موند 2010، يعني شكون اللي كان مرشحنا؟ مكاش كاع اللي كان مرشحنا، مي المصاروا مشي يخرجوا في القرعة، مي طحنا معاهم هما وزومبيا ورواندا. خرجوا يكلاكسون واسي محمد، خرجوا قال لك قضية تاع وقت برك. أنا ما نبغيش هذاك الغرور، مالغري راني عارف كي نهدر هاكا مع روحي، نعرف بلي غادي هذي بوركينا هذي جيبوتي بوركينا فاسو بيناتهم غادي نحسبوا هاد العشرة تاع ليبي بيناتهم مركو واحد ستة ولا سبعة، وبوركينا فاسو نربحوها 3-0 في بوركينا في البنين، خاطر غادي نلعبو لهم في البنين، هذه باش يكون على بالكم، غادي نلعبو لهم في البنين يعني بكل سهولة. ماشي قضية تاع رانا طاغيين ولا حاجة، لا عندنا منتخب ورانا عاقلين، رانا تما غادي نلعبو مباراة بدون حس، بلا حس. غادي نلعبو بلا حس، طاك 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 طرط تبقاو على خير، نقضبوهم طاك 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 طرط تبقاو على خير. الملقاتان بعد نتلاقا في كاس دورة، نتلاقاو بكم. هذه هي ما بوركينا فاسو، الناس اللي خايفة من بوركينا فاسو ماهيش تاع 2014، ماهيش تاع 2014 ولا اللي لعبت فينال ولا لا، نورمال قضية تاع وقت وصيف. حنا نشوفو قضية تاع وقت، بصح هذا الإعلام المصري اللي أنا راني شاك فيه، ما سمحوا لي والله لا شاك فيه. سمعوا معنا ضربو كيطلعنا حنايا في البارة طاق طاق طاق، والمغرب يقولك لا المغرب راهي كيوالو، لا واحنا بنتكلم على المنتخبات العربية، انت كلمتني على منتخب تونس وكلمنا على فوزه امبارح على المنتخب اللي لازم نقف عنده ونبص له كويس ونحترمه في تجربته الجزائر، يعني لازم نقف عنده شويه، يعني زي مثلا في بطوله اوروبا حتى في منتخبين استاذ طارق لازم نقف عندهم ونحترمهم كويس جدا. يعني في تجربتين في ايطاليا وفي انجلترا شكلهم لسه هتكلم معاك على اليورو، فالمنتخب ده احنا لازم نقف عنده شويه. انت كترت لعيبتك المحترفين بشكل كويس جدا، وبعدين النهارده اللعيب المحترف بتاعي بيلعب فين؟ يعني احنا النهارده مثلا محمد صلاح والنني مثلا بيلعبوا في الدوري الانجليزي، طبعا تقل غير عادي، زي الحته دايما اللي احنا بنتكلم فيها مع في النني،
الكابتن حسام لازم يبقى عارف الريتم في الدوري الانجليزي مختلف جدا عن الريتم في افريقيا وفي مصر. فانني كابتن حسام مش عيب ان انا اقعد معاه واقول له العب زي ما بتلعب في الارسنال، اشتغل بنفس شغلك اللي انت بنفس التركيبه بتاعتك اللي انت متعود عليها اشتغلها. بس اشتغلها ازاي؟ نوعيه اللعيبه مختلفه والمنافس. ما اللي انا عايز اقوله لك لا انا عايز بس اوجد له مناخ، احنا واجدين مناخ لمحمد صلاح في شكل اللعب. فاوجد للنني مناخ نفس اوجده يعني في المعامله حتى. يعني انت لازم تقدره في معاملته ان هو لعيب كبير. ده موجود في الجزائر، جمال الماضي موفر للاعيبه في الجزائر. ما انت اسمعه هو بيتكلم، هو بيتكلم كده، هو يتكلم ازاي على اسمه ايه اللعيب الكبير بتاعهم ده. ففي حاجات في الكوره يا استاذ طارق انا لازم لعيبتي تكبر، يعني لازم لعيبتي تكبر اللي هم سلاحي جوه اللعب، فلازم معاملتي معاهم تبقى مختلفه. كابتن حسن كان اكبر نموذج في ده في التعامل. اسال كل لعيبه المنتخب في الفتره من 2006 ل 2010 مع كابتن حسن هيقول لك معاملته غير عاديه. كابتن حسن بينده اللعيب بيقول له يا كابتن. زميلنا رمضان صقر بيحكي لنا على حكايه لطيفه جدا، هو كان اشتغل فتره في قطر وقال لي انه كانت انتهى ولا اشركه جاي من انجلترا. يا استاذ طارق انت لما بتحط ماتش ودي خد بالك لما بتحط الدستور بتاعك في معاملتك مع لعيبتك خلاص على كل الناس. فالنهارده بص اللعيب الكوره ذكي فبيحاول يجربك. يعني انت مثلا اول ما بتستلم فريق مثلا فانت بتقول احنا والله بنشتغل كده، هنعمل كده، خصوماتنا كده، صحيح اجادتنا كده. فاللعيب بيحاول يجرب المدرب ان هو يعمل حاجه خارجه عن النص. هنا رد فعل المدرب في اول حاجه بتحصل، لو رد الفعل زي الكلام اللي انا قلته خلاص اللعيب عارف هو بيتعامل مع مين. فقوه شخصيه المدرب هي اللي بتفرق على فرقته. يعني انا لما باجي اطلب منك حاجه تعملها هتعملها. صحيح. المغرب هتبدا مع غانا، ده ماتش مع غانا، ووحيد حليلوزيتش في بعض الهجوم عليه في المغرب، وفي بعض الناس تقول ما نستعجلش عليه، لكن طبعا يبقى المنتخب المغربي عنده عناصر رائعه جدا طبعا قوي، لكن المشكله لا يحقق نتائج على المستوى الدولي تتناسب مع قدرات لاعبيه. يعني انت بتتكلم في حكيم زياش واشرف حكيم، بتتكلم حتى يعني النجوم كمان اللي لعيبه خدوا من منتخبات او من فرق بيلعبوا في داخل القاره زي اشرف بن شرقي، زي مثلا الكعبي، زي بعض اللاعبين ايوب العمود، لعيبه عاليه جدا يعني حتى لعيبه المحليه. بس هم مش لعيبه اساسيه، مش لعيبه اساسيه معاك. بص يا استاذ طارق دايما احترافك مهم جدا. يعني انت النهارده مثلا احنا بنقول ليه الجزائر بتلعب في اجواء احترافيه عاليه. يعني عندهم لعيبه بتلعب في الدوري الايطالي وعندهم لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي. انت الاثنين اللعيبه حكيمي وزياش هم واحد في الانجليزي وواحد في الدوري الايطالي. خلاص اما بعد كده بقيت لعيبه المحترف عندك، حد في حد في اسبانيا عندهم الفيرويد كان بينافس على هداف الدوري الاسباني السنه دي، وعندهم بعد كده بقيت لعيبتهم في فرنسا. يعني فرنسا عشان تعمل المنتخب القوي ده لعيبتها الاقوياء بيلعبوا بره، عندهم في تشيلسي بيلعبوا بره، يعني اغلبيه لعيبه فرنسا الجامدين بيلعبوا بره. فدايما الدوري القوي هو اللي بيفرز لعيب قوي. نفس صفات الدوري اللي هو بيلعب فيها، قوته وسرعته بيجي بيشتغل معاك في نفس الدوري. دايما الكره المغربيه رايحه دايما للمتعه، يعني رايحه دايما للكره الجميله والحلوه وكده. يعني الشراسه اللي موجوده عند منتخب مصر في حته الروح، وما بنسمع النشيد والعالم بنشوفه بنتغير 180 درجة، نفس الموضوع ده عند الجزائر. الجزائر برضو البلاد اللي عدت بحروب يا أستاذ طارق ووطنية عالية، يعني اللاعب المغربي عنده إمكانيات بس محتاج مزيد من القتال والإصرار. بس كده أنا دايما بقول الوطنية إمكانياته عالية جدا، الوطنية بتتولد من الظروف المحيطة بيك. فاحنا دايما احنا كنا محطوطين في محن وكده، فعندنا حته الوطنيه عاليه، الحس الوطني عندنا عالي جدا. نفس الموضوع ده موجود عند الجزائر. فهتلاقي دايما الشراسه بتاعت لعيبه الجزائر وبتاعت لعيبه مصر في المباريات المهمه. يعني احنا دايما نقول ما بنخافش على لعيبتنا في الاهلي او الزمالك او المنتخب في الماتشات الجامده. يعني دايما احنا الماتش الجامد عنده تحدي مع اللعيب لوحده، يعني اللعيب بيبقى نازل حاطط البلد قدامه وبيشتغل كويس ما بتخافش عليه. فاللعيب المغربي محتاج اللي هي الحته دي، الحته دي اللي مش موجوده عند الافارقه. يعني الافارقه دايما بتلاقيهم احترافاتهم عاليه جدا، وعندهم زي ساحل العاج في فترات مثلا في مدار 10 سنين كان منتخب قوي جدا، بس الحته بتاعت الوطنيه دي يا استاذ صارق قلت. بس كده. طيب حاجتك لليورو، احنا عندنا حدث هايل بعد. المهم اعتراف عجبني بتاع الرجوله وكلش، بس عشتي لا خلونا شويه حنايا، احنا رانا عاقلين وباغيين نلعبو غير بشويه ونروحو بشويه. ما
خلونا كيما هكا.